حوالي مرة كل قرن نجم ضخم في مكان ما في مجرتنا يستنفذ وقوده. يحدث هذا بعد ملايين السنين من الحرارة والضغط التي صهرت الهيدروجين الخاص بالنجم إلى عناصر أثقل مثل الهيليوم والكربون والنيتروجين وصولاً إلى الحديد، لم يعد قادراً على إنتاج الطاقة الكافية للحفاظ على بنيته، فينهار تحت تأثير ضغط جاذبيته وينفجر في مستعر أعظم، ويقذف النجم معظم ما بداخله إلى الفضاء ناثراً عناصره الثقيلة في المجرة. ولكن ما ينجم عن هذا الانفجار الهائل قد يكون أكثر وضوحاً. كرة من المواد كثيفة جداً لدرجة أن الإلكترونات الذرية تسقط من مداراتها الذرية إلى أعماق نواة الذرة. موت ذلك النجم هو الميلاد لنجم نيوتروني، أحد أكثر المواد المعروفة كثافة في الكون، ومعمل لفيزياء غريبة لمادة فائقة الكثافة. ولكن ما هو النجم النيوتروني؟ فكر في كرة مدمجة بداخلها بروتونات وإلكترونات تندمج لتشكل نيوترونات، وتشكل سائلاً غير احتكاكي يسمى فائق الميوعة، تحيطه قشرة. هذه المادة كثيفة بشكل لا يصدق، ما يعادل كتلة سفينة حاويات محملة بالكامل مضغوطة في شعرة إنسان، أو كتلة جبل إيفرست في مساحة مكعب سكر. في أعماق القشرة يكون النيوترون فائق الميوعة أطواراً مختلفة، ما يسميه علماء الفيزياء المعكرونة النووية، حيث إنها تشبه انضغاط اللازانيا إلى سباغيتي في الشكل. تدور عادة السلائف الضخمة للنجم النيوتروني عندما تنهار النجوم التي عادة ما يكون عرضها ملايين الكيلومترات، تنضغط إلى نجوم نيوترونية والتي يكون قطرها نحو 25 كيلومتر فقط، ولكن الزخم الزاوي الخاص بالنجم محفوظ. لذا ولنفس السبب يتسارع شكل المتزلجة عندما تثني ذراعيها للداخل. يدور النجم النيوتروني بشكل أسرع بكثير من والده. أسرع نجم نيوتروني تم تسجيله يدور أكثر من 700 مرة في كل ثانية، مما يعني أن نقطة على سطحه تدور الفضاء أكثر من 5 مرات بسرعة الضوء. يمتلك النجم النيوتروني أقوى حقل مغناطيسي لأي جسم معروف. يشكل هذا التركيز المغناطيسي دوامات والتي تصدر إشعاعات من الأقطاب المغناطيسية، وبسبب أن الأقطاب ليست دائماً محاذية لمحور دوران للنجم، تدور الأشعة مثل ضوء المنارة والتي تبدو كالوميض عندما تشاهد من الأرض، نسميها النجوم النابضة. اكتشاف واحدة من هذه الإشارات الوامضة المحيرة من قبل عالمة الفيزياء الفلكية جوسلين بيل في عام 1967 كان في الواقع الطريقة التي اكتشفنا بها النجوم النيوترونية بشكل غير مباشر في المقام الأول. يتباطأ الدوران الجنوني لنجم نيوتروني هرم خلال فترة من مليارات السنين، حيث تشع طاقتها بعيداً في شكل موجات كهرومغناطيسية وجاذبية، ولكن لا تختفي كل النجوم النيوترونية بهدوء. على سبيل المثال، لاحظنا أنظمة ثنائية حيث يشارك نجم نيوتروني نجماً آخر في المدار. يمكن لنجم نيوتروني أن يتغذى على رفيق أخف يلتهم بغلافه الأكثر تمدداً قبل أن ينتهي به المطاف بانهيار كارثي إلى ثقب أسود، في حين أن الكثير من النجوم تتواجد في أنظمة ثنائية، نسبة ضئيلة فقط منها ينتهي بها الحال كثنائيات النجوم النيوترونية، حيث يدور نجمان نيوترونيان حول بعضهما محكوم عليهما بالانتهاء إلى الاندماج. عندما يتصادمان أخيراً يرسلان موجات الجاذبة عبر الزمكان كأنها تموجات إثر رمي حجر في بحيرة هادئة. نظرية أينشتاين للنسبية العامة توقعت هذه الظاهرة منذ أكثر من 100 عام، لكن لم يتم التحقق منها بشكل مباشر حتى 2017، عندما قام مرصدا الموجات الجاذبية لايجو وفيرجو برصد اصطدام نجم نيوتروني. التقطت تلسكوبات أخرى انفجاراً لأشعة جاما ووميض ضوئي، ومؤخراً أشعة إكس وإشارات راديو، كلها إثر نفس الاصطدام، وأصبح ذلك الحدث الأكثر دراسة في تاريخ علم الفلك، مما أسفر عن كنز دفين من البيانات والذي ساعد في تحديد سرعة الجاذبية وتعزيز نظريات مهمة في الفيزياء الفلكية وتقديم أدلة على أصل العناصر الثقيلة مثل الذهب والبلاتينيوم. لم تكشف النجوم النيوترونية عن كل أسرارها بعد. يتم تطوير لايجو وفيرجو للكشف عن المزيد من التصادمات، سيساعدنا ذلك على معرفة المزيد عن ما يمكن للانهيار المذهل لهذه المغناطيسيات النابضة الدوارة أن يخبرنا عن الكون. استمر في التعلم باستخدام مقاطع الفيديو هذه.
ولا تنسى الاشتراك. لا تفوت فرصة تعلم شيء جديد.